اهلا بكم مرة تانية وجايين لكم بفيديو مختلف. ومين اللي هيفوز من رومان رينز ودرو ماكنتاير في كلاش ات ذا كاسل؟ لو يهمك الموضوع كمل للاخر علشان تعرف كل حاجة. نيجي لأول حاجة في المواجهة دي وهي دور كايرون كروس. كايرون كروس احتمال كبير بنسبة 80% ما يشتركش في مواجهة رومان رينز قدام درو ماكنتاير في عرض كلاش ات ذا كاسل، لكن بقى في تسريبات بتقول ان كايرون كروس في الدرافت اللي جاي هينتقل لعرض الرو، وطبعا ده علشان يكمل عداوته مع درو ماكنتاير. وكمان التسريبات بتقول ان درو ماكنتاير هينتقل لعرض الرو، فطبعا دلوقتي الاتنين دول هما اللي بينافسوا على الالقاب قدام رومان رينز، فطبعا ده من اهم الاسباب اللي هتخلي درو ماكنتاير اقرب للفوز. نيجي لسبب تاني مهم وهو تقاعد فينس ماكمان. فينس ماكمان كان ماضي عقد مع رومان رينز من سنتين، وطبعا في العقد ده كان مكتوب كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ان رومان رينز يستمر سنتين وان البلود لاين يستحوذه على كل حاجة وانه ياخد لقب الدبليو دبليو اي. لكن حاليا بقى خلاص تم تقاعد فينس ماكمان واللي مسك الاداره جديد تريبل اتش، واكيد كلكم عارفين الكلام ده. فهل بقى تريبل اتش مقتنع برومان رينز كوجهه للاتحاد وانه يكون مستحوذ على اللقبين وما يديش فرصه للنجوم الصاعدين انهم يظهروا؟ اكيد لا طبعا، لان تريبل اتش اهم حاجة عنده انه يصعد النجوم ويظهرهم لانهم مستقبل عالم المصارعة، لكن الاساطير الحاليين قدامهم فترة وهينتهوا، فلازم يلحق تريبل اتش انه يدي النجوم الصاعدين دفعات على حساب الاساطير اللي موجودين دلوقتي. فطبعا حتى حاليا لو تريبل اتش مقتنع برومان رينز صعب انه يخلي معاه اللقبين، هو ممكن يسيب له لقب اليونيفرسال يكمل بيه ويعمل تاريخ لنفسه، لكن بلقب الدبليو دبليو اي لازم يعمل دفعات ويغير من الابطال. نيجي بقى لموضوع العروض المحلية. طبعا شفنا خسارة درو ماكنتاير كتير جدا من رومان رينز في العروض المحلية، فطبعا ازاي دلوقتي هيخلوا درو ماكنتاير يفوز على رومان رينز؟ كنا بنشوف من سبير واحدة درو ماكنتاير بيخسر. طبعا دي كانت خطة الاتحاد انهم يتواجهوا في كلاش ات ذا كاسل، كان ايه لازمتها انه يفضل يخسر قدام رومان رينز في العروض المحلية؟ هل ده يعتبر تلميح ان درو ماكنتاير هيخسر قدام رومان رينز في عرض كلاش ات ذا كاسل، ولا دي كانت حاجة غير مقصودة الاتحاد كان بيحاول بيها انه يملى العروض المحلية ويخلي عليها المشاهدات عالية؟ طبعا ده يعتبر سبب من الاسباب اللي تخلي رومان رينز يفوز. نيجي بقى لحاجة تانية وهي ان رومان رينز حاليا بقى بارت تايمر ومش بيظهر في كل العروض الشهرية، وده طبعا شيء بيأثر على الاتحاد بشكل كبير، لان العروض اللي مش بيكون رومان رينز متواجد فيها مش بتجيب نسبة مشاهدات عالية، مش لان رومان رينز الجمهور بيحبه، لكن لان مش بيكون في منافسة على الالقاب. فطبعا دلوقتي لو ادوا لقب لدرو ماكنتاير حتى لو رومان رينز غاب عن عرض شهري بعد كده هيكون في درو ماكنتاير يشيل العرض ايا كان اللي واخد اللقب في وقتها. فطبعا الشيء ده لو حصل ان درو ماكنتاير فاز مش هيكون في عروض خالية من الالقاب، وده هتخلي الجمهور يستمتع بشكل كبير. نيجي بقى لدور الخيانة اللي ممكن يحصل في المواجهة دي. طبعا شفنا في كل مواجهات رومان رينز دور بول هيمن الملحوظ والأسس،
وطبعا بيحاولوا يعطلوا الامور علشان رومان رينز يرجع يستحوذ على المواجهة. فهل بقى ممكن نشوف الكلام ده بيحصل في عرض كلاش ات ذا كاسل؟ كايرون كروس حتى لو ما دخلش في المواجهة دي بس هيكون ليه دور، يعني ممكن لو شفنا تدخل الأوسوس على درو ماكنتاير يدخل كايرون كروس ويحمي درو ماكنتاير علشان يفوز درو ماكنتاير ويواجهه بعد كده. وطبعا ممكن زي كل العروض ما يدخلش كايرون كروس ولا اي حاجة، سوبر كيك من الأوسوس سبير من رومان رينز ويعد على درو ماكنتاير ويفوز زي كل العروض اللي فاتت. بس طبعا حاليا عودة تريبل اتش اكيد مش هيكون في الكلام ده، والفوز اللي بيكون غير منطقي لرومان رينز. فطبعا لو لاحظتوا دلوقتي كده ان درو ماكنتاير هو الاقرب للفوز من رومان رينز، ده غير المصادر المهمة اللي بتقول ان درو ماكنتاير هو اللي هيفوز في المواجهة. وبكده تكون انتهت المقارنة. تحياتي ليكم من قناة اهم اخبار الـ WWE.